متابعينا بحلقة جديدة من صباحنا غير، لكن اليوم أكيد عم نطلع عليكم. نحن مثل ما شايفين عم نطلع عليكم من المتحف الوطني بدمشق، هيدا المكان يلي بيحكي عراقة، بيحكي أصالة، بيحكي تاريخ عمره آلاف السنين. ما في أحلى نطلع عليكم من هيدا المكان يلي هو رمز لسوريا. صباح الخير عن جديد. صباح الخير يا نرمين. صباح الخير ليا. بونجورك. بونجورك، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية ولكل الأشخاص يلي قرروا يبتدئوا صباحهم معنا. يا صباح الطاقة، يا صباح الأفكار الإيجابية والأبواب المفتوحة. صباح كل مين اتكل على رب العالمين وقال يا رب اليوم نهار جديد وبداية جديدة. ورح نبدأ معكم بفقراتنا وضيوفنا لليوم من مجالات مختلفة رح نتعرف عليها تباعا ليا خلال الحلقة. تمام. أما هلا خلينا نروح يا نرمين، لأنه اليوم 25 حزيران، شو مخبيلنا هاليوم من أحداث؟ خلينا نتابع. اليوم 25 حزيران، عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1678 الإيطالية إلينا بيسوكيوبيا تصبح أول امرأة بالعالم تحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة. بعام 1788 فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعام 1921 انعقاد مؤتمر القدس، والذي طالب بإلغاء الانتداب البريطاني على فلسطين وأعلان استقلالها. بعام 1998 شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل ويندوز 98. من الشخصيات يلي شهد يوم 25 حزيران على ولادتها، بعام 1903 جورج أوريال روائي بريطاني، بعام 1905 إحسان الجزائري ممثلة مصرية، بعام 1907 هانز يانسن عالم فيزياء ألماني حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1963. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1767 جيوروك فيليب تيلمان موسيقي ألماني. بعام 1982 يوسف إبراهيم يزبك مؤرخ لبناني. بعام 1984 وفاة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بتاريخ 25 حزيران. نهاركم سعيد. ليا مثل كل يوم معلومات جديدة يمكن بنسمعها لأول مرة بفقرة هل تعلم؟ معلومات جديدة وبكل يوم نتعرف عليها. هل تعلم بأن هناك علاقة بين حك الرأس والتفكير العميق؟ حيث عرف علماء الأحياء هذا السلوك باسم نشاط النزوح، وهو أمر مشترك بين البشر والحيوانات على حد سواء، وينشأ هذا السلوك في حالة التعرض للتوتر الناتج عن التخير بين أمرين والتفكير العميق، ما يجعل الدماغ يرسل إشارة للقيام بنشاط حسي غير ذي صلة هدفه التقليل من التوتر. وهل تعلم أن الاكتئاب الذي يعاني منه الإنسان في حياته لا يأتي أبداً من المشكلة أو المشاكل التي وقع فيها الإنسان، بل يأتي من كثرة التفكير في تلك المشاكل وفي تفاصيلها؟ لذا يعتبر علماء النفس أن أفضل طريقة لعلاج الاكتئاب هو تجاهل المشاكل وعدم الاهتمام بها. وهل تعلم أيضاً بأن التمساح لا يستطيع تحريك لسانه ولا يستطيع إخراجه من فمه، مع أنه من أضخم الزواحف الحية، وهذا الحيوان أعجب حيوان في الماء. وهل تعلم بأن الأسود والأصفر هما أكثر لونين لهما أقوى تأثير؟ أما هلأ نرمين خلينا نروح نتعرف على فيديوهات مهضومة وأخبار أيضاً مهضومة بتقرير المنوعات التالي. We'll be right back.
يعد فصل الصيف هو فصل موسم الفاكهة بامتياز، فتكثر فيه منتجات وأصناف الفاكهة من البطيخ والمشمش، العنب والكرز وغيرها الكثير. ويؤكد خبراء التغذية أن المنتجات الصيفية تحتوي العديد من العناصر الغذائية القيمة والمفيدة للصحة، وتعتبر مثالية لتحسين الحالة الصحية، فالكرز تكمن قيمته في احتوائه على نسبة عالية من مضادات الالتهاب، والمشمش المشبع بالبوتاسيوم الذي يحسن حالة الأوعية الدموية وينشط عمليات إخراج السموم من الجسم، وأيضاً الطماطم فهي مصدر مثالي لمركب الليكوبين الذي يخفض تطور بعض أنواع السرطان وأمراض القلب. علاوة على هذا، تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي الذي يحسن حالة الجلد والبشرة ويجعلها ينعة. البطيخ الأحمر يوفر الرطوبة اللازمة للجسم إضافة إلى البوتاسيوم المفيد للقلب. خبرنا التالي عن رجل بريطاني أعرب عن حبه الكبير تجاه ابنه بطريقة أثارت إعجاباً وتعاطفاً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما اجتاز الطفل محنة صحية وأجرى عملية جراحية على مستوى القلب، فقام الأب مارتن واتس بنقش وشماً على صدره بطول 9 سنتيمترات وشما ندوب الجراحة حتى لا يشعر الابن بأي نقص أو حرج التي تركته العملية الجراحية في صدره. جو الذي يبلغ من العمر 6 أعوام. وخبرنا الأخير مع عثور صياد على سمكة ذهبية عملاقة طولها 91 سنتيمتر ووزنها 14 كيلوغرام في بحيرة برينريد الأمريكية. وأوضح الصياد أنه عرف أنها سمكة ضخمة والتي عادة ما تكون رمادية داكنة، ولكن ألوان السمكة البرتقالية المكتشفة أصابته بالحيرة، وتم التوصل إلى أن عمرها 100 عام على الأقل. نحن هلا بموسم الصيف واكيد اطيب شيء الفواكه بتكون أكيد. من ضمنها البطيخه الاحمر، ما بيختلف اثنين على انه هي الفاكهه بيحبوها الكبار والصغار كمان، وبتحتوي على فوائد كبيره وخاصه مع الجبنه، مع الجبنه بطيخ وجبنه باكثر طريقه. قديش بنحبها نحن؟ انا بحب البطيخ والجبنه كثير مثل ما قلت لياو، انا كمان بحبها. رح نتعرف على فوائدها اكيد، وخصوصا هلا بهدول الشوبات. خلينا نتعرف على فوائد البطيخ الاحمر بالتقرير التالي. البطيخ الأحمر فاكهة الصيف المنعشة. يعتبر البطيخ الأحمر من صنف القرع، وهو أحد أشهر الفواكه الصيفية المحببة التي تساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة. فوائد البطيخ للجسم كثيرة، منها يحافظ على الجسم رطباً، حيث يحتوي البطيخ الأحمر على ما نسبته تقريباً 92% من الماء. يحافظ على صحة الكلى نظراً لما يحتوي عليه البطيخ من الماء والمعادن، فيساعد على تنظيف الكلى ولذلك يحدث التبول المتكرر، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي يخلص الجسم من المواد السامة ويقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ويقلل أيضاً من نسبة حمض اليوريك في الدم. من فوائده أنه يحتوي على مواد تقوي مناعة الجسم مثل فيتامين A وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وفيتامين C. يساعد على فقدان الوزن كونه لا يحتوي تقريباً على سعرات حرارية، فكل 100 غرام من البطيخ الأحمر يحتوي حوالي 24 سعرة حرارية فقط.
يساعد أيضاً على نضارة الجلد والبشرة، فالبطيخ يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والتي تحارب التجاعيد. يساعد على التخلص من الإمساك، حيث باحتوائه على الألياف القابلة للذوبان ونسبة مياه عالية يساعد على تسهيل حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله والوقاية من الإمساك وحماية الكولون. هو أيضاً علاج لآلام العضلات. وفقاً للعديد من الدراسات، وجد أن فوائد البطيخ الأحمر كبيرة في تقليل ألم العضلات وعلاجه وخفض معدل نبض القلب للرياضيين، وخاصة بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على مادة أسيترولين. ينصح أن لا يضع البطيخ الأحمر في الثلاجة ليومين أو أكثر، بل يفضل تناول البطيخ كاملاً للحفاظ على المواد الغذائية من الفيتامينات، ولهذا يفضل شراء البطيخ الأحمر بحجم يكفي ليتم تناوله في اليوم الواحد. وصلنا على أولى فقراتنا لليوم، حيث ستقيم الهيئة العامة السورية للكتاب مديرية الترجمة ندوة وطنية للترجمة لعام 2019 جريا على عادتها باليوم العالمي للترجمة ب 30 أيلول تحت عنوان أدب الأطفال والترجمة. أكيد ليون، نحكي عن هيئة الندوة ومجمل النشاطات التي تعنى بالترجمة في سوريا. أكيد بيسعدنا نرحب بالأستاذ حسام الدين خضور، وهو مدير مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحكم، يسعد صباح المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. يعني 30 أيلول لسه مطول شوي، ولكن خلينا شوي نحكي عن التحضيرات. مين رح يشارك بهيدي الندوة ونحكي عنا أكثر، كيف السنة متعمقين فيها أكثر؟ الندوة الوطنية للترجمة أصبحت تقليدا في حياتنا الثقافية. تقيمها الهيئة العامة السورية للكتاب كل سنة في 30 من أيلول، وهو يوم الترجمة العالمي، حيث نطرح في هذا اليوم مشكلة من مشكلات الترجمة التي تهم المهنة والقارئ والمؤسسات المعنية في هذه المهنة الإبداعية. وفي هذا العام ستكون هذه الندوة عن أدب الأطفال والترجمة، وستشارك فيها الهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب وجامعة دمشق من خلال المعهد العالي للترجمة ومعهد اللغات، بالإضافة إلى مجمع اللغة العربية والاتحاد الناشرين السوريين والمهتمين من الباحثين في قضايا الترجمة. هذه الندوة لهذا العام تكتسب أهمية خاصة لأنها تعنى بأدب الطفل، والطفل كما نعلم هو مستقبلنا المنظور. ماذا ينبغي أن نترجم للطفل؟ كيف نبني أطفالنا؟ كيف ما ينبغي أن نقدم له في مجالات مختلفة في الأدب في كل أنواعه؟ وهذه المسألة مسألة حقيقة ليست بسيطة، هي مسألة معقدة، وبالتالي ينبغي أن نبحث فيها من جميع جوانبها، وبالتالي نستطيع أن نضع استراتيجية وطنية لترجمة أدب الطفل. وهذه الاستراتيجية تشارك في وضعها كل الجهات المعنية بالترجمة، وفي تقديري سنصل إلى وضع عناوين عريضة لهذه الاستراتيجية من خلال الأبحاث التي ننتظر قدومها من الباحثين في شتى ميادين الترجمة.
وهذه الأبحاث تقدم في محاور في مجالات مختلفة، منها ماذا نترجم للطفل ولماذا نترجم للطفل، ما هي القيم المشتركة بين أطفال العالم وكيف نرسخ هذه القيم الإنسانية المشتركة بين أطفال العالم، وأيضا لغة الترجمة للطفل، وأيضا دور المترجم في ترجمة أدب الطفل، وغيرها من محاور ستغطيها الندوة. وفي تقديري هذه الندوة ستكون لها أهمية كبيرة في ترجمة هذا الجانب من ثقافتنا لما له من آثار مستقبلية في بناء طفلنا الذي كما قلت هو مستقبلنا المنظور. يمكن أستاذ حسام طلقت أو أصدر من 10 أيام تقريبا عدد جديد من مجلة جسور، وهي مجلة فصلية صادرة عن الهيئة السورية للكتاب، الهيئة العامة السورية للكتاب أكيد ووزارة الثقافة، وكانت أيضا عم تعنى بقضايا الترجمة اللي تتعلق بالطفل. فينا نحكي شوي عن العدد؟ يمكن متواجد مع هذا العدد الذي صدر منذ نحو أسبوعين، وهو عدد مزدوج خاص بترجمة أدب الطفل، وقدمت فيه أبحاث مختلفة في قضايا ترجمة الطفل وفي ثقافة الطفل، وأيضا باقة كبيرة من الحكايات والقصص التي كتبت للطفل من لغات مختلفة، من بلدان مختلفة، من ثقافات مختلفة. وفي تقديري سيجد القارئ في هذا العدد المزدوج وجبة دسمة في هذا الميدان، وشاركت فيه حقيقة مجموعة من المترجمين ومن الباحثين في أدب الطفل ترجمة وتأليفا، حيث أسهمت أيضا بالإضافة إلى المترجمين هيئة تحرير مجلة أسامة الوطنية التي تعنى بالأطفال، وبالتالي هو عدد شامل كامل يقدم للمهتم في أدب الطفل وللآباء أمهات وآباء ما يمكنهما أن يقدما لأطفالهما حكايات متنوعة من ثقافات مختلفة ومن لغات مختلفة، وأيضا للطفل في شتى مراحل تطوره من الطفولة إلى اليفاعة. وفي هذا الميدان سيجد القارئ كثيرا مما هو مفيد لتقديمه للطفل في هذا العدد. نعم أستاذ حسام، شو هي المعايير الأساسية اللي نحن عم نشتغل عليها من أجل الطفل والطفولة؟ يعني في لجنة مختصة، في أخذ بعين الاعتبار أنه نحن بعدنا عن الكتاب، أنه الأطفال بعدوا عن الكتب، أنه الأطفال مرقوا بظروف صعبة، كل هدول القصص نحن عم ندرسها كلجنة أو تشكلت لجنة بقرار من السيد وزير الثقافة، وهذه اللجنة من المتخصصين بالترجمة وفي عالم الطفل، واجتمعت لتضع معايير وتحدد المحاور للندوة التي ستقام في 30 من أيلول القادم. وفي هذا الميدان في تقديري لم نبتعد عن الكتاب. الكتاب ليس كما يصوره البعض في حالة بائسة، لا أبدا، الكتاب أكثر انتشارا والاهتمام به حقيقة أكثر شمولية مما كان، والدليل على ذلك ما نصدره وما تصدره دور النشر الوطنية والعربية والعالمية أيضا. فالتنوع الكبير فيما نقدمه للطفل صار أكثر شمولية وأكثر أيضا تنوعا،
وأكثر تحديداً حيث ندرس كل مرحلة من مراحل تطور الطفل ونقدم له ما يلائم نضجه المعرفي. وفي هذا الميدان أدعوكم لحضور، أكيد ستغطون معرض الكتاب القادم وستجدون عناوين لا حد لها مما هو مقدم للطفل. تمام، السنة الماضية والقبلة كان موجود. وفي السنة الماضية أيضا نحن في الهيئة العامة السورية للكتاب أقمنا معرضا نوعيا خاص بأدب الطفل. صحيح. وفي هذا العام أيضا سنكرره وسيكون أكثر تنوعا. وفي تقديري طفلنا حقيقة تعرض في هذه الأزمة لمخاطر كبيرة وحجبت عنه كثير من الفرص التي تنمي وعيه، لكن ما توفره الهيئة العامة السورية للكتاب وما يوفره المجتمع أيضا للطفل، لأن مسألة الطفولة مسألة مجتمعية تسهم فيها مجموعة من المؤسسات، إحداها الهيئة العامة السورية للكتاب، لكن هناك التربية وهناك الإدارة المحلية وهناك الهيئات المتخصصة في قضايا الطفل. فالطفل هو مسألة مجتمعية تعنى فيها مجموعة من المؤسسات المتخصصة، منها الهيئة العامة السورية للكتاب بما توفره للطفل من كتب متخصصة في أدبه ومن مجلات. والهيئة العامة السورية للكتاب كما سبق وقلت تصدر مجلة أسامة التي تربت عليها أجيال، وأيضا الآن مجلة شامة للأصغر سنا في مراحل الطفولة. فالطفل موضوع اهتمام الهيئة العامة السورية للكتاب، ونحاول أن نقدم له إن كان من خلال التأليف أو من خلال الترجمة ما يفيده وما يرفع مستوى وعيه وبشكل مدروس أيضا. تمام، أكيد مباركة، أكيد جهودكم وموضوع الطفولة خصوصا في ظل الحرب دائما مننوه عليه. شو عم يتلقى يمكن طفلنا بظل هذا العالم المفتوح وبظل تواجد التكنولوجيا؟ يمكن وصلنا لختام فقرتنا، حابين نسألك عن موضوع المشروع الوطني للترجمة يلي انطلق منذ سنتين وانصرنا فيه، وإذا في نشاطات مستقبلية حابب تنوه فيها عم تقوم فيها مديرية الترجمة. صحة، تفضل. شكرا. المشروع الوطني للترجمة أطلقناه منذ عامين وعرفناه بأنه عملية مستمرة ينفذ بخطط تنفيذية سنوية. العام الماضي كانت ثمة خطة تنفيذية لهذا المشروع، والسنة الحالية أيضا هناك خطة، وهذه الخطة لهذا العام أكثر شمولية حيث أن الخطة لهذا العام تسهم فيها كل الجهات المهتمة في قضايا الترجمة وفي قضايا الطفل، من دور نشر واتحاد كتاب عرب وأيضا مجمع لغة عربية وأيضا الجامعة السورية. في هذا الميدان كل هذه المؤسسات تسهم في تنفيذ هذه الخطة التي رأينا في الهيئة العامة السورية للكتاب أنها مسألة وطنية لا تخص الهيئة العامة السورية للكتاب، ولذلك أشركنا كل هذه المؤسسات. بعضها لا يطبع كتبا، لكن هذه المؤسسات هي التي توفر الموارد البشرية للعمل في مسائل الترجمة، وأخص في هذا الميدان الجامعات التي هي الورش التي تبني الكوادر البشرية في مجمل الاختصاصات. وهنا أود أن أشير إلى العمل الذي يقوم به المعهد العالي للترجمة في جامعة دمشق، حقيقة يوفر في ميدان إعداد المترجمين ولا سيما في
في اللغة الإنجليزية والفرنسية كوادر جيدة تخرج إلى سوق العمل كل سنة، لكننا في هذا الميدان نحن بحاجة لمؤهلات في الترجمة في اللغات الأخرى، وأخص بالذكر اللغات الحية في آسيا وهي الصينية واليابانية والكورية والهندية، حيث أن ثمة حاجة ماسة حقيقة إلى المترجمين في هذا الميدان، وأتوجه إلى جامعاتنا الوطنية لإعداد متخصصين في هذه اللغات، لأن هذه اللغات لها تاريخ عريق في الثقافة وفي الآداب وفي المعارف المختلفة، بالإضافة إلى حضورها في العلاقة حضورها والفاعل في الاقتصاد العالمي وفي العلاقات الدولية. نحن بحاجة إلى مترجمين من هذه اللغات، فلا نعتمد على لغات وسيطة لترجمة آداب وعلوم ومعارف وثقافات تلك البلدان. شكرا كثير لك أستاذ، موفقين يا رب بكل مشاريعكم وأكيد لكل الجهود المبذولة، يعني أكيد في فريق عمل كثير كبير من أجل ترجمة أهم الكتب، والله يقويكم. شكرا كثير لك. شكرا للإخبارية السورية، شكرا لكم. أستاذ حسام الدين خضور، مدير مديرة الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب، شكرا كثير لك. شكرا لكم. نرمين، خلينا نروح سوا لحمص، حيث أقيم ملتقى سيلينا الفني الثقافي الأول في منطقة عيون الوادي، وضم مشاركة واسعة لفنانين ونحاتين. تفاصيل أوفى خلينا نتابعهم بهالتقرير لزميلتنا بحمص شيرين العلي. الشمال الغربي من محافظة حمص وعلى تخوم محافظة طرطوس تقع قرية عيون الوادي التي وهبها الخالق جمالا طبيعيا فتانا وزاد من سحرها احتضانها لملتقى سيلينا الفني الثقافي الأول بعنوان أبجدية الجسد بمشاركة العشرة من النحاتين والفنانين التشكيليين السوريين. هناك غيورين لمصلحة البلد، لمصلحة الثقافة والفن، هناك مجتمع أهلي ناشط ثقافيا وفكريا، فبالتالي كان أحد رموز أو المجتمع الأهلي ببلدة عيون الوادي، بالإضافة أيضا لبعض الغيورين لمصلحة الفن والثقافة من بلدنا العزيز، وطلعت فكرة ملتقى سيلينا للثقافة الفني بدورته الأولى لأنه سيستمر إن شاء الله. العمل هو عبارة عن أنثى، وأنا متعود دائماً أن حت أنسى يعني، بس هون صايرة حورية بعكس الحورية المعتادة، جسد امرأة ورأس سمك، يعني هي رمز للعطاء، رمز للخير. عملت لوحة رقص ما بين ذكر وأنثى متحررين من كل شيء حتى من لباسهم، يعني في حركة، في موفمنت، في انحناءات، في تحدي، في حب، في عشق. عبارة عن تجريد معتمد فيه على التقنيات، على الخامات، أشياء من الطبيعة، يعني هي حسيت أنه ممكن يتفاعلوا مع الناس ويشوفوا شيء جديد. لكل فنان منهم أسلوبه ورؤيته الخاصة في ترجمة عنوان الملتقى إلى أعمال فنية جميلة، فمنهم من عبر عنها بمنحوتة الأحصنة التي ترمز للجمال والقوة والأصالة، وآخر جسد الأنثى بلوحة فنية وهي في حالة من الترقب والارتياب. هو عن الألم السوري والحيرة والحزن اللي رافقنا طوال سنوات، واللي بنتمنى طبعاً انه يزول عن باسرع وقت. يعني حطيت الاحصنه فيها، شوف اثنين عم يحبوا بعض، عم يحكوا مع بعض، منطلقين، لهم هدف معين بالمستقبل، لهم يعني انت بتحسي موجوده، يعني في هيك جماليه معينه. هي عباره عن قطه شاميه فوق بيوت دمشق القديمه، هي رمز سميته حارس المدينه، يعني وضعيه الجلوس تبعها كحارس للمكان. اختلاف التقنيه والاساليب التي عمل بها الفنانون في هذا الملتقى شكلت حاله من الحوار الفني عبر اعمال اطفت على المنطقه سحرا وجمالا اخاذا. من ملتقى سيلينا الفني الثقافي الأول في منطقة عيون الوادي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.
تفضلي نيرمين. اليوم منا حمص لدمشق نجحت وأقيم في المركز الوطني للفنون البصرية معرض للفنان الراحل عبد الله عبيد. التفاصيل مع سمر مامو. كنا نجي نحن وهو نستمتع بالشيء اللي عامله، فاليوم عم نحاول يعني نخلق شيء من الفرح او نحس انه هو موجود بيناتنا. يعني اللي قال هالجمله الحلوه الدكتور غياس، يعني الله يسلمه، قال انا ما راح اكتب الى روح المرحوم عبد الله، انا بدي اقول انه المرحوم عبد الله هو عايش بيناتنا، لانه كل شيء جميل وحلو هو بيناتنا. هاي اللوحة بال 2014 عمل جراحة قلب، فهو بتعرفي يعني كان العملية صعبة كتير، فوقت اللي عمل هاي الأول مرة بيرسم رسم هاي اللوحة، بس رسمها بصعوبة، أنا كنت شوفه قديش كان يعاني حتى اشتغلها. فهاي اللوحة كتير عزيزة وبتحزننا يعني بنفس الوقت، لأنه كانت أول عمل وأول إنجاز بعد العمل الجراحي، ومنعرف نحن قديش تعذب فيه. لازم يتم في استمرارية لكل الجمال اللي يعني مو بس لأنه أبي، كل اللي عمله شغلات بالفن وبالثقافة ما لازم توقف، لازم نتم عم نتذكرهم ونتم عم نورجي أعمالهم. أهم شيء إنه يحسوا بقيمة، يعني يعطوا قيمة للشيء اللي بقي، لأنه هذا الشيء اللي بقي منه، ويتموا يذكروا فيه ويورجوه وما يسترخصوا فيه. يعني كانت رسالته كتير كبيرة، كانت ريشته كتير قوية، تعبيريته كمان كتير ألوان حلوة وجريئة، اعتنى بالإنسان وبنفس الوقت بهموم الإنسان، وخط يعني الخط اللي حاطه بيعبر عن مشاكل وعن حياة الإنسان. فكرة كتير حلوة إنه يعني تضل موجودة وتضل ذكرى له موجودة، هذا شيء كتير منيح، مع انه شيء بيحز بالنفس انه اعماله الباقيه يعني احترقت وما لها موجوده. بتاثر انه ما يكون الفنان موجود، بس يعني بشكر انه تابعوا نشر الرساله اللي هو عملها. رح ننتقل نرمين هلأ إلى فقرتنا التالية اللي رح نترافق فيها مع أحد أبرز الوجوه الموسيقية على الساحة الثقافية بالوقت الحديث. هو من مواليد يبرود عام 1983، بدأ مشواره الفني بعمر 6 سنوات مع عائلة تتعامل مع الموسيقى كثقافة، واليوم أصبح برصيده تاريخ من الإنجازات والحفلات والمشاركات المحلية والعربية والعالمية. أكيد ليا ضيفنا لليوم هو المايسترو عدنان فتح الله، قائد الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية وعميد المعهد العالي للموسيقى. حاصل على إجازة في الموسيقى من المعهد العالي للموسيقى في دمشق اختصاص عود، وحصل على ماجستير تأهيل وتخصص في التربية الموسيقية عام 2017 من جامعة دمشق. يحمل شهادة دبلوم من جامعة
ديكسل البريطانية في اختصاص التسويق والسياحة ومؤسس وقائد أوركسترا الموسيقى العربية في معهد صلح الوادي للموسيقى بدمشق. والحديث أكيد يطول عن مشاركاته الفنية وإنجازاته وحتى يمكن جميع الخطوات يلي قام فيها. يسعد صباحك مايسترو، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك مايسترو عدنان. أهلا وسهلا فيك. عفوا، يعني هي الإطلالة الأولى من بعد تسلمك منصب عميد المعهد العالي للموسيقى، وشي ألف مبروك. ثانيا هيك خلينا نحكي، يمكن يعني ما غريب عن مايسترو عدنان فتح الله المجتهد إنه يوصل لهذا المنصب، شو مخبي لنا لهذا المنصب أو شو مخبي للطلاب وشو مخبي لسوريا أيضا؟ أول شيء يسعد صباحكم. بونجور، عرفت الله. شكرا كثير على الاستضافه. هلا بالنسبه للمعهد العالي للموسيقى، خليني احكي عنه شو يعني، شو بيعني لي وشو بيعني لكل الخريجين. المعهد العالي للموسيقى هو هذا المكان اللي ما اكيد هو بيتنا الثاني، ما بكون عم نظهر ابدا، لانه هو هذا المكان اللي هيئ لنا يمكن وقت كنا طلاب البيئه الصحيه لحتى نتخرج موسيقيين، سواء كنا عازفين او قاده اوركسترا او حتى مؤلفين. هلا بحكم موقعي صار يعني لي اكثر، صار في اتجاهه في واجبات كثير مهمه بدي اعملها، في حفاظ على مستوى اكاديمي معين، بالتقديم اكيد الفائده اكيد لكل الطلاب، لتطوير ادواتهم، تطوير امكانياتهم، لانه هن بالنهايه راح يكونوا يعني موسيقيين المستقبل. اكيد هن بده يحملوا الراي، خلينا نقول في مشان تطوير الموسيقى السورية بشكل عام، سواء بكل واحد باختصاصه، سواء كان كمدرس أو سواء كان كعازف. فالمكان يعني لي مثل ما حكيت فيه قدامي كثير هيك من الواجبات اتجاهه، لازم أرد له شيء أكيد من الجميل، وهذا الواجب هو أكيد راح يكون انعكاساته أكيد على العملية التدريسية للطلاب، وإنه المخرجات راح تكون من المعهد العالي راح تكون أكيد متميزة من الناحية الموسيقية. يعني يمكن أول عمل كان بالمعهد العالي من كم يوم هو حفل موسيقي لختام العام الدراسي، حمل عنوان نزهة موسيقية، وكان بإشراف يمكن أساتذة المعهد. نحكي أكثر عن هذا الحفل. هلأ نزهة موسيقية هو كان حفل لقسم الأداء الجماعي اللي هو بيضم كل الطلاب، طبعا موزعين كلهم حسب اختصاصاتهم لتشكيلات، هي فرقة الوتريات، فرقة النفخيات، فرقة الآلات التقليدية، وكورال المعهد. فحبينا يكون في مبادرة انه تجي الناس تشوف نتيجة شغل سنة كاملة من فرقة الوتريات اللي كان بيشرف عليها الأستاذ وسيم الإمام، أو فرقة الآلات التقليدية اللي كانت أنا عم درسهم، فرقة النفخيات مع الأستاذ بريام السويد، وكورال المعهد كان مع المدام غادة حرب والأستاذ رياض زياد، أكيد كلهم بوجه لهم تحية. والشكر الأكبر أكيد للمايسترو ميساكو كودريان اللي هو رئيس قسم الأداء الجماعي بالمعهد. كان القصة عكسية يمكن، انه الجمهور هو اللي عم يتحرك والفرقة ثابتة، على عكس ما بنعرف بالعادي انه الجمهور بيضل ثابت والفرقة بتتحرك. فقلنا انه نزهة موسيقية في فضاءات المعهد، فانتقلوا من مكان لمكان وشافوا نتاج عمل سنة كاملة من قبل اكيد مجهود الطلاب. بدي احكي عن موضوع الحفلات. هو الحفلات يعني درجناه ضمن الخطة الدراسية والأكاديمية للمعهد لفائدتها أكيد. كل طالب هلا ابتداء من السنة الجاية عنده عدد من الحفلات لازم يقديهم خلال الفصل، وهي جزء ما بتتجزأ أبدا من الخطة الدراسية. السبب أنه المعهد العالي للموسيقى بيخرج عازفين منفردين، عازفين سولو، فهو أقل ما يمكن أنه لازم يكون الطالب قبل ما يتخرج من المعهد عامل حوالي العشرين حفلة، لانه بتكسبه خبره مختلفه تماما عن الخبره اللي بياخذها من استاذه بالصف وقت يكون عم يعزفوا لحالهم، او مثلا من الخبره اللي بياخذها وقت بيقدم قدام لجنه الامتحان نتاج شغله خلال الفصل. فموضوع الحفله هو شيء مختلف، اكيد مختلف من ناحيه طريقه الاداء، كسر حاجز هذا الخوف مع الجمهور، اضافه انه كيف يصيغ برنامجه، القطعه اللي بده يشتغل عليها. ومن ضمنهم اكيد حفل نزهه موسيقيه، قبله كان في حفل لقسم موسيقى الحجره، امبارح كان في حفل لطلاب صف البيانو بالمعهد صف المدام فيكتوريا، وكان بالتعاون مع معهد صلح الوادي واكيد مع دار اسد الثقافه والفنون، واضافه لورشات العمل اللي اشتغلنا عليها يعني باخر شهرين. هلا كمان مضطر نحكي عنها.
تمام مايسترو، حكينا عن الحفلة ولكن خلينا نروح نشوفها مع كاميرا الإخبارية السورية ومنرجع. يعني من بعد ما تابعنا هالمشاهد اكيد نوجه تحيه لكل الطلاب وكل المدرسين والاساتذه وايضا الاهل والجمهور يلي كان حاضر. مايسترو، خلينا نرجع على يمكن الهيكليه الجديده باداره المعهد العالي للموسيقى. يمكن شفنا هي اول خطوه مباحه الى العلن، ولكن في خطوات يمكن كثيره مثل ما بيقولوا خلف الكواليس عم تنشغل على ان كان على الكوادر ولا ان كان على الطلاب. خلينا نحكي مايسترو عدنان، شو مخبي للمعهد هلا من ناحية، خلينا نقول من ناحية العلمية، هلا في يعني عن كل أعضاء خلينا نقول مجلس المعهد ورؤساء الأقسام كانوا بصبح عليهم واحد واحد أنه الجهود اللي بذلوها خلال السنوات الماضية يعني لا تقدر بثمن مثل ما بيقولوا. فموضوع توحيد المناهج وإصدار منشورات وكتب خاصة بالمعهد العالي للموسيقى هو هذا الشيء اللي بدنا نشتغل عليه. في بعض المواد اللي بدها تتم اضافتها للخطه الدراسيه بالمعهد، وهي ما خلينا نقول يتوازى مع المتطلبات يعني وقتنا الحالي بما يخص الموسيقى، او خاصه موضوع الاستديو، موضوع التسجيل، موضوع الميكساج، هذا كلياته المفصل الموسيقي يعرف فيه. اضافه لشغله ثانيه كمان في نيه فتح قسم جديد هو يعنى بموضوع التأليف الموسيقي بما يخص موسيقى الجاز. راح يكون في عنا ورشات عمل اللي هي كل فصل راح يصير بالمعهد حتى نشوف نأسس هيك لمجموعة صغيرة، ممكن بيوم الأيام كمان نفتح قسم بخص هي الموسيقى. بما يخص الموسيقى العربية وآلات الموسيقى العربية، القانون، العود، الناي، البزو، قبل المرحلة الماضية اشتغلنا على كتابين لإيتودات تمارين لآلة العود ولآلة البزو، وهن شغل الأستاذ محمد عثمان اللي هو هلا رئيس قسم الموسيقى العربية في المعهد العالي للموسيقى. هلا في شيء راح ينكتب لعود مع بيانو، لأنه هي
التعاطف بقى طبيعه هي الاعمال هي بتحقق كثير فائده للطلاب من ناحيه الانسجام وناحيه ضبط الوزن، اضافه انه ناحيه النيانس اكيد بينه وبين آلة البيانو، فهذا ما كمان ينشغل عليه. موضوع الحفلات فالباب مفتوح لاي مشروع عم يقدموه الطلاب، في احيان طلاب عم تيجي لعندي عند مشروع احنا عاملين جروب ثلاث او اربع طلاب، فانه الباب مفتوح لحتى يقدم لهم المعهد كل الدعم. الباب مفتوح حتى بالنسبه لاوركسترات المعهد قسم الاداء الجماعي سواء كان الوتريات او النفخيات، اي طالب عنده مؤلف موسيقي وحاب كمان يجربه فانه ليش لا، ممكن تعزفوا له يا رفقاته ويشوفوا. حتى مايسترو في تعاون مع يمكن جهات تانية، مثلا خلينا هيك نحكي شوي مثلا لوجو المعهد الجديد. تماما هلا يعني هي الخطوه كثير حلوه. خلينا نحكي عن اللوجو الجديد، كيف تعاملت معه حضرتك؟ هلا هو انا في تماما هلا هو انا في عندي ايمان بكثير طاقات الشباب، ويمكن بكل شيء اشتغلته بما يخص الموسيقى كان هذا الهدف الاول او هيدا البوصله، انه انا مثلا بالفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه كنت حريص انه اقدم مؤلفين شباب يقدموا تجارب مهمه بمجال التاليف، حتى كعازفين حتى كمغنين. بالنسبه لمعهد صلح الوادي يوم اللي تاسست الاوركسترا هي كان كمان الاوركسترا لاطفال وشباب كان بأعمارهم بين 13 و17 سنه. المعهد يمكن ما في لوجو، هلا عم نشتغل على اللوجو، بس كانت الفكره هي اشراك يعني زملاء لطلابنا بس بغير اختصاص، هي بالنهايه الفنون كلياتها مشتركه. فكان وجهت كتاب للسيد عميد كليه الفنون الجميله بطرح خلينا نقول مثل مسابقه صغيره لطلاب التصميم، والطلاب هن قدموا لنا اربع نماذج، وقريبا هلا في عندنا هيك كذا جلسه مشان التعديلات انا وعميد كليه الفنون الجميله، وراح نصدر اللوجو، وراح يكون اللوجو من تصميم طلاب فنون. يعني لسه انه الطالب ما بعرف شو اسمه بقى، مشان هيك اكيد بتشكره انه الطالب اللي فاز بهي القصه او اللي تصميمه اخذ التصميم الاميز واللي اعتمدناه، فاكيد بعد فتره راح نتركه لتعرفوا مين هو. فانه بالنهايه فكره كثير حبيتها، ويمكن حبوها الكل سواء كان اعضاء المجلس او الطلاب، انه اللوجو هو من تصميم اولاد جيلهم، نفس الثقافه نفس الفكر فهذا الشيء اللي اشتغلنا عليه ان شاء الله اللوجو. يعني واكيد الشراكات مفتوحه اكيد مع الشراكات مفتوحه مع كل الجهات مع كل الجهات اكيد. يعني خطوات كلها هيك مفعمه بيروح الشباب. دائما مايسترو عدنان فتح هلا ليا من دائما ستاف اكلمه المايسترو الشاب دائما. بدنا نحكي عن موضوع كونه هلا حضرتك صرت عميد المعهد العالي للموسيقى، دائما لما نحكي عن الفنون او الطالب بيكون بكالوريا حابب يفوت على هذا المجال، دائما في كلمه الواسطه، تمام؟ كونه حضرتك صرت عميد المعهد، قديش اليوم هذا الموضوع حتكون انت متابعه بدخول يمكن مواهب جديده موجوده، وقديش حندعم اليوم او نقدم فرص لهدول الاشخاص اللي موجودين اللي ما كانوا مضوا عليهم نقدر نضوي عليهم؟ هذا السؤال كثير حلو، مع الواسطه الاعداد ما في ما بحسن اقول انه انا في عندي واجب اتجاه مكان بيعني لي، وبالنهايه مثلا بده يكون في مثلا انه يلعب موضوع الواسطه موضوع فحص القبول، فانا هلا يعني بتعهد قدامك انه موضوع الواسطه اكيد ما في، وهو لحتى انا يعني احكي الحق انه بحياته يمكن بيخص الموسيقى ما كان في واسطه، يعني لانه القصه كثير صعبه انه الشخص بس يفوت بالواسطه على المعهد على الموسيقى، فهو قطع من السنه الاولى راح يرسل راح يفشل، عرفت كيف؟ راح يفشل ويطلع، لانه هي المنهاج صعب، اليه القبول جدا صعبه. المعهد العالي للموسيقى ما بيعلم من الف ب، يعني يفوت يتعلم موسيقى لا لا لا، بيكون هو متعلم، وحتى احد الاوراق المطلوبه لتقديم الطلب انه يكون صار له 5 سنين عند استاذ معترف فيه، يعني اكاديميا او معهد حتى معترف فيه، لحتى يقدم شهاده خبره ويتسنى له يفوت على فحص القبول. فهو بيخضع لفحص سولفيج، وراح يكون قارئ نوطه من الطراز الرفيع، بعد ما ينجح يشتغل فحص السولفيج وقتها راح نشوف شغله على آلته. فأنا برأيي إنه آلية القبول صعبة، موضوع الواسطة مستحيل يمشي أو كذا. لا أنا عم أقول لك إنه ما هذا، لأنه مثل ما يعني أي حد إنه ما بحسن يستمر أبدا، لأن المعلومات جدا كثيفة، بحاجة للموهبة وبحاجة للتركيز وبحاجة الواحد يكون عنده خبرة قبل ما يجي على المعهد. مثل ما حكيت المعهد ما بيعلم من الصفر، فهذا هو. طيب مايسترو قبل ما بس شغلت عاد خطين،
بالنسبة للمتقدمين إلى المعهد يعني مسافات القبول رح تكون جدا صعبة، بتمنى لهم أكيد التوفيق، بتمنى لهم السنوات الماضية أكيد أكيد أصعب، وفي شغلات إنه رح يتم إضافتها ورح يطلعوا عليها لأنه بالفعل في سوي يعني. في سوية في لا هو ما في شيء مو ضمن المعقول، لا أبدا أكيد هو مثلا في شيء في نقاط بدنا نركز عليها بامتحانات القبول، فبتمنى لهم أكيد التوفيق، بتمنى لهم إنه هن يمكن بيفهموا عليه المتقدمين للفحص إنه لازم تمرين أكثر ومضاعفة ساعات التمرين سواء كان من ناحية السولفيج وقراءة النوطة أو تمرينهم على آلتهم لحتى يكونوا مميزين ويتم قبولهم بالمعهد. تمام مايسترو، قبل ما يخلص الوقت ونحكي على السريع عن الأوركسترا، خلينا بس نحكي الطلاب يلي كانوا بالسنوات الماضية، في شيء جديد تغير عليهم؟ يعني يمكن عدد سنوات الرسوب إذا زادت عن حدها رح يتم طرد الطلاب من المعهد؟ هي هذا قانون قانون بالمعهد، نحن كل طالب بفوت من فترة الدراسة هي 5 سنوات يحق له في هالخمس سنوات اعتذار عن 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 سنه، اعتذار مثلا لسنه واحده او لعام دراسي واحد ورسوب لمره واحده بس خلال الخمس سنوات. تمام. اذا على فرض رسب مرتين فوقتها بيكون اسفين انه هو بيكون برات المعهد، اضافه انه كل عام تعرف انه نسبه الدوام لازم يحقق كل طالب عندنا بهالسنه نسبه الدوام تتجاوز ال 85%. تمام، فانا كمان في الزام بالحضور. يعني مايسترو وصلنا للختام بس يمكن معنا شي دقيقه، اي كلمه حابب اليوم توجهها للكادر التدريسي للطلاب، نصيحه ممكن توجهها او حابب تدوي على نشاطات رح تكون بالمعهد العالي للموسيقى؟ اول شيء بدي اتشكر اكيد يعني مجلس المعهد ورؤساء الاقسام اكيد وجميع الاساتذه، بدي اتشكر وزاره الثقافه على الدعم الكامل للمعهد. وبالنسبه للطلاب اكيد مثل ما بقول لهم دوما انه كل الامكانيات الموجوده هي اكيد بين ايديهم لحتى يطوروا ادواتهم لحتى يكونوا موسيقيين سوريين مميزين بالمستقبل. وعلى طول بطلب منهم هلا من هن وطلاب انه يفكروا بحالهم ويفكروا بمشروعهم الموسيقي، انه شو المشروع الموسيقي اللي هن راح يساووا بعد ما يتخرجوا المعهد. اي شخص لازم يفوت على المعهد السنه الاولى لازم يكون راسم، هني 5 سنين ما كثير وقت طويل بالدراسة، فلازم يكون راسم خطواته كثير لقدام ويكون عم يأسس مشروع موسيقي أكيد يطور الموسيقى السورية ويضيف شيء لثقافتنا السورية أكيد وحضارتنا. مايسترو معنا أجزاء من الثواني، الحفلة القادمة للفرقة الوطنية إيمان ب 24/7 24/7 أيه. الكل اكيد 24 تموز بتشرفونا أيه. نعم، حفل الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، البرنامج بعدين مفاجاه وهيك بنحكي فيه بعدين اكيد أيه. ناطرينك بكل جديدك مايسترو، شكرا لك لجهودك الشابه مفعمه بالطاقه مفعمه بالامل مفعمه بتربيه جيل او خلينا نقول مسانده جيل سوري شهم وابضاي. شكرا كثير لك شكرا لك مايسترو عدنان فتح الله، شكرا كثير لك ويمكن لكل الطلاب اللي عم يحضروا. المايسترو كان طالب صار استاذ واليوم كله واليوم عميد ووجه من اوجه الموسيقى والثقافه بسوريا. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك. شكرا لك. ما هلا نرمين خلينا نروح لغرفه الاخبار. صباح الخير ليا، صباح الخير نرمين، صباح الخير لضيفكم الكريم وكل مشاهدينا عبر قناه الاخباريه السوريه. اخر وابرز التطورات بعد الفاصل. استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري تحركات المجموعات الإرهابية في تل ملح بريف حما الشمالي. نتابع هذه المشاهد. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في بيونغ يانغ جلسة محادثات رسمية مع وزير خارجية كوريا الديمقراطية ري يونغ هو.
وعرض المعلم تطورات الأوضاع في سوريا والجهود التي تقوم بها لمحاربة الإرهاب، وأعرب عن الشكر للقيادة والشعب الكوريين لوقوفهما إلى جانب سوريا في دفاعها عن قضاياها العادلة. وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين البلدين لمواجهة كل التحديات وعلى رأسها الإرهاب الاقتصادي والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهما. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة حل الأزمة في سوريا وفق القرار الأممي 2254 واحترام سيادتها ووحدة أراضيها. وقال لافروف إثر جلسة مباحثات في موسكو مع نظيره المصري سامح شكري إن موسكو ملتزمة بشكل كامل بالقرار الأممي وقبل كل شيء احترام سيادة وسلامة الأراضي السورية، مشيرا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لإعادة الأعمار في سوريا. أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة باب الزاوية وجسر حلحول في مدينة الخليل بالضفة خلال مشاركتهم بمظاهرة رفضا لما تسمى ورشة البحرين. وشهدت مدن وبلدات فلسطينية وقفات احتجاجية رفضا لما تسمى صفقة القرن وللورشة الاقتصادية التي دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة اليوم وغدا. كان هذا كل جديد حتى هذه اللحظة، عودة للزملاء بصباحنا غير. يسعد صباحكم عن جديد ليا ونرمين. الأخيرة رح نترافق فيها مع عالم الإبداع والقطع اليدوية يلي بتبدأ بفكرة لتتحول لقطعة مميزة رح تسعد أي شخص أكيد بيقتنيها. ضيفتنا لليوم بلشت مشوارها بعالم الهاند ميد وصناعة الأعمال اليدوية من 5 سنين رغم دراستها الأكاديمية، إلا أنه موضوع الهاند ميد ظل يشغل بالها. وفكرة لسارة عندها يمكن مشروع صغير بيحمل اسم فانيلا هاند ميد باي نورا، لنشوف بعض التصاميم الحلوه والهاند ميد. اكيد بيسعدنا نرحب بنورا حبش مصممه اعمال يدويه. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صباح الخير نورا. صباح النور. يا هلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يعني شايفين على الكاميرا قديش في قصص وتصاميم حلوه. بالبدايه خلينا نحكي يمكن عن مشروعك، عن الفكره وكيف انطلقتي وكيف سوقتي لحالك لحتى وصلتي لهون. هلا بدايه المشروع قلنا مثل من 5 سنين، هي كانت فكره كثير بسيطه. خلال اثناء شغلي وانا على ماكينه الخياطه عم بعمل وش مخده للصراحه، فعندي قماشة صغيرة وبلشت بوردة. الوردة هي كانت يمكن عندي إياها رصيد من أفكار موجودة عندي، انحشت وانعملت بحوض، يعني اللي هي أنا فيني أرجيها إنه هي هي الوردة الأساسية. فهي كانت هي فكرتي الأساسية من 5 سنين. استمرت مرافقتني بالمشروع اللي هو فانيلا أو كان غير اسم لمدة 2 سنين مستقلة لحالها. تطورت فكرتها، يعني هي نفس الوردة غير المنسقة، أخذت أفكار تانية إن كانت تنحشى صابون لتنحط بين التياب أو تنحط فيها مغناطيس لتنحط على البراد. يعني تكاملت الأفكار بنفس الفكرة ويعني وأخذت هالمجال خلال هالفترة. المشروع يعني إذا فينا نقول قديش أخذ مدى بعدين، دايماً في أفكار ظلت مأجلة. أكيد ضمن ظروف الأزمة ما كتير فينا نطور هيك مشاريع، لكن يعني خلال فترات بين فترات والتانية شوي أخذنا نفس فصرنا نطور شيء. أنا لقيت أني صرت بحب التطريز مثلا فتعلمته، بعرف بداياته فبلشت طوره أكثر أو أتعلم تقنياته التانية وأنماط التطريز ما كنت بعرفها، تعلمت بشكل فردي
ولقيت انه كتير حلو حبيته فطورته اكثر، صار موجود باكسسوارات بالافكار القديمه نفسها، ان كانت طارات ما بعرف اذا هي الكاميرا اخذته او شيء. فينا نرفعهم شوي قدام الكاميرا انه هيك فكره، هي كفكره قديمه تعتبر ككادر وكتطريز، لكن كنفة. تمام، هي كنفة تطريز ايتامين او كروس ستيتشنج، يعني في له كثير مفردات بيعبروا عنه. ف بس بحاول نقي التصاميم اللي هي شوي احدث نتفه او اللي قريبه لجيلنا اكثر ومناسبه للمواضيع، ان كانت هدايا او كانت او مناسبات شخصيه او مناسبات خاصه. فينا نشوف كمان نورة بعد النماذج، كنت يمكن في شيء ورقيات مستخدمتيه بقلب البرواز؟ في كمان نفس الشيء، هو فن لف الورق. نعم، فهي قطعة منه. فينا كمان نفرجيها للكاميرا. شو حلوة هي، فن لف الورق، هي فيها كذا نمط من اللف. حتى هي الوردة ورقة؟ اي حتى هي الوردة لف. تمام. فهي النمط، هو انا الفكرة اللي نفذتها، في مشاريع بلشت تظهر شوي عم بيعملون لوحات كبيرة، فانا بحاول قد ما فيني اعمل لوحات صغيرة. يعني هدول القطع قديش بتنصحي فيهم نورة بالبيوت العصرية، يكونوا ديكورات قطع صغيرة تطلع شوي؟ أنا هذا القصد، يعني طابع التقليدي. فينا ناخذ كذا قطعة ونحطهم تحت بعض أو بتنسيق معين هندسي، وفي هاي الأنعام كمان كتير حلوة. تمام، هي مثل كفر للموبايل بتحسيها. ايه بس كبيرة. ممكن تكون إذا تركب لها، أنا فكرتي إنه يتركب لها مغناطيس وتنحط على البراد، فينا نركب اثنين او ثلاثة، يعني هي حتى فينا نوصل لها ورق يكون للنوتس او هيك. اكيد في كتير افكار بتتكامل مع بعضها لما يصير شي مخبى هنيك ورا. شو بدي ارجيك اللي بعدها هنيك؟ شوفي وردة. السيارة هي عبارة عن فكرة خشبية، يمكن كل المواد اللي عم تتعاملي معهم هن خشب وتطريز، يمكن هلا مواد طبيعيه اكيد. صح. مواد متوفره عنا. هي الخشب هي عباره عن سياره خرجه تكون ضمن المناسبه الخاصه لولاده صبي مثلا، فهي كفكره انه نحن فينا ضمن مشروعي فينا ننفذ افكار لها علاقه بالمناسبه الخاصه وننفذ كل القطع المطلوبه. فهيك ديكور، وممكن خلال القطع اللي عم تتنفذ ضمن المشروع نلاقي السيفونيرات المناسبه، ويكون ممكن نحط عليها اسم البيبي او اسم البنوته اللي ممكن تجي. كمان هون في عندنا سنسال، وفي هلا هي السنسال صغيره، احنا انتقلنا على عرض الافكار، فهي السنسال هذا هو داخل معه التطريز. حلو. التطريز اللي هو الايتامين او الكنفة، فهو ناعم صعب على ينعمل. فينا نوجه اكثر للكاميرا قديش بتاخده؟ لا هون الكاميرا. كانت ليا بدي اسالك سؤال، قديش بتاخذ يمكن قد ايه هلا وقت؟ هي مده شغله تقريبا ساعه لثلاث اربع ساعه حسب حجم التطريزه. ممكن نشوف البوكس الابيض كمان. هلا البوكس الابيض هي فكرتي الجديده، اللي هي نفس التطريز، بدل ما يكون على قماش طرزنا على الخشب. تمام، فنحن خرقنا الخشب وطرزناه بنفس الطريقه، واخترنا انا اخترت بالشوب الخيوط عم ترزي نفس الخيطان اللي بتنزل على القماش. اوكي، اللي بهي القطعه نحن خرقنا خشب مماثل وعملنا هي القطعه اللي هي كفر البوكس، اللي هي ممكن تكون هديه، علبه مثلا ضيافه او علبه اكسسوارات تكون على الدريسوار او شيء. كمان عندنا القطع اللي بعدها. نحن في فكر هون هي كمان ضمن التطريز، اللي هي كادرات صغيره فيها مسجات ناعمه. هي بي هابي، في عنا هي حلوه على المكتب، تصميم دريم كاتشر او هيك شيء، وهي سمايل مع حز البطيخه بما انه هلا صيف. تمام. ففي تصاميم شوي عصريه اكثر ومناسبه وحسب الطلب، يعني كمان ممكن تتطور كثير الافكار بالتطريز، لانه اي رسمه ممكن نعملها. فمحاور القطع اللي عندي صارت هي خياطه، هي الورده الاساسيه، والتطريز اللي هو صاير بين القماش والخشب والاكسسوار، والقطع الخشبيه اللي هي عم تكون رديفه للقطع، ممكن تكون عم تحملها او تكون عنصر ضمن القطعه. تمام، فهي مجموعه القطع اللي هلا موجوده، واكيد في بالمستقبل اكيد بتتطور اكثر واكثر.
نعم، يعني كثير هلا سهل الواحد يسوق لحاله على السوشيال ميديا، ينزل صورة يبعثها لكل الناس على الواتساب او هيك. اليوم قديش يمكن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدتك؟ يمكن ما بعرف اذا عندك محل. لا انا ما عندي محل. ما عندك محل يعني هي كمان هي وفرت عليك ايجار محل يمكن السوشيال ميديا هلا هي ساعدت انتشار. الصراحه هلا نفيد العالم بشغله مهمه خلال خبره مشروعي، فهو لان انا كانت خطتي انه اتكل على السوشيال ميديا واللي هي صفحه الفيسبوك اللي مبلشه كمان من 5 سنين وكان اسمها اسم مختلف وهلا صار بنفس الاسم فانيلا، لكن لقينا انه الفيس في عنده شروط معينه بيطلبها منك انك تضلي عم تطلبي تحطي بوستات بشكل منتظم كثير وتميعي القصه مثلا او توصلي بطريقه يعني هي فيها شويه صعوبه، ما بتوصلي للرقم اللي انت بدك اياه، فهي عمليا انا عن خبره عمليه ما حسيتها كثير مجديه. الشيء المهم بالموضوع هي بدها متابعة يمكن أكثر غير المتابعة. أنا في عندي متابعة لكن في عندها شروط معينة صعب تتحقق يعني عمليا على أرض الواقع. نعم. لأنه ممكن يكون عندك مثلا رقم من اللايكات على الصفحة اللي هي ممكن يكون 5000 أو 3000 اللي هو حقيقة أنا هلأ الرقم عندي، لكن التفاعل هو 10% اللي هو 300 شخص بتوصل البوست له، فهو ما هو رقم بالنسبه للتسويق. نحن مينيموم الرقم للتسويق هو 1000 شخص. تمام. فالفيس ما عم يعطيني هي النتيجه. المهم بهيك مشاريع هو التعامل مع المحلات اللي بالنسبه لي انا لقيته هذا الشانل المناسب اللي هي اشخاص لهم خبره بالسوق، عندهم محل معين، يمكن عندهم كادر تسويق كثير جيد. واحدة من الأشخاص المشاريع اللي عم بتعامل معها هي أبها، واسم تاني هو كذا فكرة. هدول أسماء بحسها كتير مهمة لمشروعي. بتعرض فينا يعني بتعطي مساحة لأنك تعرضي قطعك، وبنفس الوقت بتساعد بمجال أنه إذا الشخص عنده طلب خاص بيقدر يوصل بشكل أسرع، أنه نقدر نتعاون لمشاريع أفضل. فأنا بحس إنه هاي الشانل أفضل بكثير من السوشيال ميديا على أرض الواقع. نعم. يعني يمكن أخذنا من تجربتك العملية نورة، خلينا نحكي شوي كمان هيك نستغل وجودك معنا، أفكار يمكن نحن أو نصائح أنت ممكن تقدميها إذا شخص عن جد حابب يقدم هدية مميزة. دائما لا يعني القصة عندي مناسبة بس ما بعرف شو بدي آخذ، شو بنقول لهم؟ هلا فينا نقول لهم إنه يتواصلوا مع الأشخاص اللي بيعرفون اللي عندهم مشاريع بالأعمال اليدوية كثير بيفيدوهم، أو يتواصلوا مع الأشخاص اللي عندهم محلات وعندهم قطع مميزة. وبنفس الوقت القطعة لما حابين يكون جديدة. لما يحابين يكون كتير مميزة هي ممكن تكون تتخصص للشخص المقدمة له، يعني ممكن تكون باسمه تنعمل. نعم. أو باللون اللي هو بيحبه أو بالأفكار اللي هو بيرغبها. أكيد بده يكون بيعرف الشخص اللي بده يقدم له شو نمطه وشو ذوقه، فهي بتخيل أهم نصيحة. وبنفس الوقت يدور يعني انه دائما لما يكون في تعاون بين اللي عم بيصمم القطعه وبين الشخص اللي عنده الطلب للقطعه، فهي بتنتج فكره جديده ممكن تكون ما انعملت من قبل. تمام. وهي صارت معي خبره شخصيه بمشروع الورد الورق اللي هو ما انه موجود هلا، اللي هي بالمناسبه الخاصه انك تعملي ورده ورق هالقد قدها وتحطيها مثلا ديكوريشن لمناسبه طلبه او خطبه ضمن البيت او شيء. فأنا ماني عاملة هذا المشروع، بس كان الطلب أنه نعمل وردة غير القماش، فتنفذ المشروع لأنه بناء على طلب الشخص يعني، وكانت المناسبة كتير حلوة وقتها. تمام نورا، نحن كتير انبسطنا اليوم هيك. أول شيء ألوان صيف، ألوان حلوة عن جد، أفكار مميزة بنقدر نستفيد منها أكيد كلنا. شكرا كتير لك وشكرا على الإصرار اللي جواتك لحتى تأبدعي وتقدمي أفكارك بشكل حلو. ميرسي لك. شكرا لكم وصباح الخير. مرة صباح نورا حبشة مصممة الأعمال اليدوية، شكرا كتير لك وعلى وجودك معنا. أهلا وسهلا. نرمينا مع الشغلات الحلوة يمكن وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي لليوم. أكيد نتمنى بقية نهار يا رب يحمل معه كل الخير والمحبة والبركة والأرزاق لكل الناس. شكرا لكم ولاقونا بكرة بنفس الموعد. شكرا يا نرمين. شكرا ليا لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يا رب هذا اليوم يحملكم تفاصيل الراحة والسلام أكيد دائما والبحبوحة المادية. لاقونا بكرة بتمام 9 صباحا. اكتبوا بألف خير. باي باي.